فكان سيدنا رضي الله عنه يلقنه الأذكار المعينة على ذلك. فكان لكن مسيران سيدنا كوه من رضي الله عنه الشيخ تجاني يلقنه إن لنجن سيد الشيخ محمد الغالي الأذكار ذكروج المعينة بلوج على ذلك إكو كان لنكو ونهلهم الأذكار التي تسفو بها النفس من كدورات الأغيار ذكروج دينغاندو دا إن الله برسبه مجي في التانو إذن نانغل كوني وددي يقدد قول تغريغي هدي بنغونا الله الشيخ تجاني ركا مدين ذكروج dingandu da so wirdidi berama ko ina laba lima ra'a minhu min shiddati shawqi sabu sheikh tijani ye sheikh mahmudul ghali min shiddati chatugo la shawqi gilli ila zaliki fewde labde bernde den nagal kala ko wana alla wayiduhu sayyiduna sheikh tijani serani en fodanamu radiyallahu ta'ala anhu bi annahu wanda ko sayyidi sheikh mahmudul ghali yablughu al matlaba mo hebtu matlab makko dabbare makko de mo danjum wifka ma talaba horno yi dabbirini ma al rukumu horno dabbirini te dum fof wondu le cheikh tidiane na fodanam wala me ziruhu illa ishtiyaqan e podali cheikh tidiane beydanimo so wana tigirgi beydari yewnude danje dum beydari tigirgi sobade hatta zafira bil umniyati ha malda bil umniyati en godalla mo wodano wana la manala o hibi ko kango seydi cheikh mahmudul ghali min al mawahib al ladniyati umraja doki alli yan koji a wallamnahu min ladunna ilman nun al ladniyati وقد عثرت على رسالة له بخط يده يخاطب فيها سيدنا قدس سره سيدي شيخ شكوير جوي وقد عثرت مفرغ ريما وني رمي مي 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 دايما وني مي على رسالة مفرغ ريما ليتر غوتو له غون سيدي شيخ محمد الغالي وني مي جيمي تن ليتر مو ويند مي هي ليتر مو ويند سوي باغسو جام سوي باغسو جي غودي سو غودو ويدي مو وقد عثرت على رسالة له بخط يده تو في بند سيدي شيخ محمد الغالي يخاطب فيها سيدنا omo ewno hen ko ho meno cheikh tijano buddisa sirruhu yo alla sennu sirru cheikh tijano bi annahu omo hala hen e lettero mu wiya bi annahu la zalamu tashawwifan mutashawwiqan litta'jil lahu bil marami o seyrani tigrigi omo woni tigrigi jewundo omo woni domdudo fewde tigrigi yaccade litta'jil lahu bil maram e yaccade wonandemo e hebde dabbane makonde da ilan minha o hala lettere ma nasuhu ko gonda text mudum ko ni yari ومو يا شيخ تجان وقد فعلت سيدي ما امرتني بكتابته مي غولي مي وادي ايما كو هويم شيخ تجان ما امرتني بكتابته ونيمر دا يمي ويندو كون وادي دوم 10 ليالين بل 10 ولم يقد الله المراد الا انهم ثاني حاجه وتو الا اني في اليوم الخامس وانا تنون اي نالوم بوتورو جوي او اندر نالوم ماجي 10 دي رايت اني في مواجهه المصطفى مي يي اي دويغول من سيدي شيخ محمد الغالي بودو حوتشي رينا لا دال محمد صلى الله عليه وسلم وانا اتوصل بجاهه والحال برو جكرو اي درجه مكو الى الله تعالى فيودي الله تودو واقول برو ويا اي كويدول هي برو ينلا دال هذا مرادي الحمد لله هذا مرادي دوم دو ديوني دباندام الحمد لله جيتو غودني الله واما غير هذا فتينونكو وانا دوم دو ما رايتكم ياند كو نيبردا كو فومي ودي سو وانا ني يدي نلا دال مي كون كم كلا كو وانا دوم ياني والثاني غدل ديمبل غيل نحب من الله ابن جدي عمرادي الله سبحانه وتعالى ثم منك تغلم عمراد ما ان سيدي شيخ جان شفيه دار ايام لوجه النبي شفيه دار ايام شوف ما راه دار شوف دار في ايام لوجه النبي سبو يسو النبي ولا سبو نلادل صلى الله عليه وسلم وامرني يمرا بما نفعل كنقول لميكو وسامحني يافو من شيخ جان من شيخ محمد الغالي لله يافرمي الله لاني ما عندي بمن نتعلق به سواك من الخلق سو من من غلام من جويتو اي مودم سبحان ان شيخ شيخ ان سيدي شيخ جان تا غورنده وقد بلغنا على لسان السجري سيدي شيخ شكر يوي يتي ما امن تاو كو يدمغال كولادو ان سيدنا رضي الله عنه وني سيدي شيخ جان قد وجه صاحب الترجمه وحچيني جم ترجمه وني سيدي شيخ محمد الغالي مقالتين بيوغرافي مودم دو شيخ جان حچيني مو ليقوم مقامه يمريمو يو دارو دارني مكو في ذكر جانتادي ذكر بعض الاذكار يوغي ذكروجي في الحرب بالحرمين الشريفين تو مكه ومدينه حرماجي تيدو دي وني مكه ومدينه شيخ تجاني يمري شيخ محمد الغالي يو يارون بور تيغريغو لونتومو ذكر دي يوغي ذكروجي دي فونو ذكر تون كدي وبشره بانه لا يخرج من الدنيا حتى يفتح عليه كدي سيدي شيخ محمد الغالي شيخ تجاني ويلتينيمو بانه لا يخرج من الدنيا wonde kango seydi cheikh mahamdul ghali o yalta ray aduna hatta yuftaha alayha wa danya fatuhu kari wa yajtami'a bil imam al mahdi wa yalta ra aduna muk so wana warende al imam mahdi munela dal jopporno sallallahu alayhi wasallam mu cheikh jani haldu
فكان من أمره ما حكى عنه بعد ذلك العلامة الشيخ عمر الفوتي دون فكان لاتي من أمره على حال سيد الشيخ محمد الغالي ما حكى عنه كنغاندا يحكي يما بعد ذلك يحكي يما دوم غامكو بعد ذلك يوغي دين غدي العلامة كيورو غاندالو الشيخ تشيرنو عمر الفوتي بير عمر الفوتي رحمة الله عليه يرمين الله وني مكو وشيخ عمر جانتي في كتبه دفتي مودوم المؤلفات بل فاد في الطريقة التجانية شيخ عمر الفوتي تريما وهالي هن ونشيدي شيخ محمد الغالي وي أدد مكة المكرم كفرها هوري إمام المهدي المنتظر وي كان شيخ عمر أبيرون شيخ محمد الغالي وما أرت ليد اللي هرناني نواي الله نيمان شيخ محمد الغالي هوري المهدي المنتظر جو غيره تي المهدي المنتظر وشيخ سكري ونانس ونا شيخ عمر الفوتي ننقرهن جوني إن شاء الله تعالى